السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا بواحد العروض اللي غتكون ديال بمواطنية ديال يوم الثلاثاء 23 مارس 2021. هاد العروض هذه كما قلنا وطنية، غتكون في جميع المحلات ديال بيم، يعني أي محل ديال بيم حداكم غيكونوا في هاد العروض. بالنسبة لهاد العروض هذه راه متعلقة بمواد التنظيف وبعدة منتوجات أخرى، فخليكم معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع هاد العروض هذه. بالنسبة للي أول مرة يزورنا في القناة يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض إن شاء الله، واللي ديما كيزورنا أو ديما كيتابعنا ومازال ما يشترك يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض إن شاء الله، وما تنسوش الإعجاب. وقبل ما نبداو كنشكر جميع المتابعين اللي كيشجعونا في التعليقات وديما كيديروا لنا تعليقات زوينين وكيديروا لنا اعجابات بالفيديوهات، فهذا الشيء كيشجعنا بزاف، كنشكرهم بزاف. وبلا اطاله نبداو على بركه الله. بسم الله. كاين اول منتوج معنا، المنتوج المنتظر طبعا، المسحوق ديال الغساله ABC كما كتشوفوا معنا. هذه المره جابوه في كيس ديال 4 كيلو، ما جابوش ديال 9 كيلو للاسف، ولكن حتى 4 كيلو راه زوين كما كتشوف معنا. كيجيب الخزامه 4 كيلو كما قلنا، المسحوق ديال الغساله الاوتوماتيك. بالنسبه للثمن ديالو 43.90 درهم، يعني تقريبا 880 ريال كما كتشوفوا معنا. هذا راه معروف، وراه تقريبا الاغلبيه ديال السيدات راه كيشكروه، هو داك المسحوق ديال بيل، ولكن هذا راه كيشكروه اكثر كما كتشوفوا معنا. ABC راه معروف. المرجع من السيدات اللي جربوا يأكدوا لنا هذا الشيء في التعليقات، وكنشكرهم مسبقا. كاين ايضا معنا واحد المنظف سائل ديال الملابس باور جيل من اريال كما كتشوفوا معنا. كاين جوج قريعات، كل وحده فيها 2.5 لتر، يعني المجموع ديالهم 5 لتر، بالثمن ديال 140 درهم، يعني 2800 ريال كما كتشوفوا معنا. وراه معروف اريال راه غالي، الثمن ديالو ديما طالع. بالنسبة لهذه كل بواطة دير لكم 23 غسلة تقريبا على ما كاتبين هنايا. كاين ايضا معنا واحد المنظف سائل الملابس من بيرسيل كما كتشوفوا معنا، حتى هاد لامارك راه معروفة. كيجيب جوج روائح كما كتشوفوا معنا. بالنسبة لهذا راه فيه 1.8 لتر، يعني ما وصلاش 2 لتر. بالنسبة للثمن هذا 60 درهم، يعني 1200 ريال. هذا راه منظف سائل الملابس، كديروه في الماكينه ديال الصابون كيعوض لكم المسحوق، او ممكن تزيدوا على المسحوق، يعني ديروا شويه ديال المسحوق وشويه ديال هذا المنظف هذا. بالنسبه للثمن كما قلنا 60 درهم تقريبا 2 لتر، واخا ما وصلش. كاين ايضا معنا واحد المنعم ديال الملابس، ماشي منظف، هذا منعم كتزيدوه غير باش ينعم لكم الملابس ديالكم، كتزيدوه في الماكينه ديال الصابون من الشركه ديال كيريكو. هاد الشركة هادي راه اسبانيا، هاد لامارك ديال كيريكو راه زوينة، انا شخصيا مجربين في المنزل هاد لامارك هادي في واحد السائل منظف للبوطاغاز، فخرج لنا زوين صراحة، منتوج اسباني. بالنسبة لهذا راه 4 لتر، منعم ملابس، داير تقريبا 36 درهم، يعني 720 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا من نفس لامارك كيريكو واحد الجيل منظف للحمام، هذا ديال الطواليت. بالنسبة لهذا حتى هو كما قلنا منتوج اسباني، هذه القرعة هذه فيها لتر ونصف. بالنسبة للثمن 400 ريال تقريبا 20 درهم كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد الصابون منظف للأرضية الخشبية من نفس لامارك كيريكو كما قلنا، برودوي اسباني، هذه فيها 750 ملي، هذه اللي عندهم الأرضية خشبية في المنزل، هذا راه كان طفا ما كيديرش الخشب. بالنسبة لهذا كما قلنا 750 ملي، داير 300 ريال كما كتشوف معنا، ثمن ديالو مناسب. مرجع السيدات اللي جربوا هاد لاماركة هادي بالذات يكتبوا لينا في التعليقات التجربة ديالهم معها، واش زوينة في جميع المنتجات او في غير منتجات معينة. كان ايضا معنا واحد المجموعة ديال جوج معجون منظف، هاد لاباط هادي من فوق، هادي راه معروفة، هادي كل بواطة فيها كيلو، وحدة كنظن بالخزامة، إيه بالخزامة، وحدة بالحامض كما كتشوفوا معنا، يعني 2 كيلو ب20 درهم، تقريبا كيلو ب10 درهم،
يعني كيلو ب200 ريال وجوج كيلو ب400 ريال. كاين ايضا معنا واحد المنظف ديال الاواني من بيروس، حتى هذا راه كيشكر السيدات. هذا المنظف، هذا السائل المنظف كيجيب الحامض. هذا راه هاد الميدوزا راه كتهز 4 كيلو، عرفتش بالضبط الليتر شحال فيها، ربما يكون فيها 4 لتر او 5 لتر، كتبان كبيره. بالنسبه لها دايره 840 ريال 42 درهم. وراه كيشكرها السيدات، مرجو من السيدات جربوا هذا المنتوج هذا ايضا، يشاركونا التجربه ديالهم باش نستافدوا ويستافدوا جميع المتابعين. كان ايضا معنا واحد المجموعه ديال جوج كريم منظف، هذا ديال البوتاغاز من كاليون كما كتشوفوا معنا، كيجي بالسيراميك والامونياك. بالنسبه لهادو راه مجموعه يعني جوج بواطات بهذا الثمن اللي كتشوفوا، 500 ملي في البواطه، يعني كتاخذوا لتر من هاد المعجون هذا ب 320 ريال يعني 16 درهم كما كتشوفوا معنا من الشركه ديال كاليون. بالنسبه لهذا راه بحال هاد البرودوي اللي خدينا من ديك الشركه ديال كيريكو وخرجنا زوين، كريم كلينر. وكاين ايضا معنا واحد المنظف ديال الارضيه من اكزيت، هذا راه معروفه، كيجي بالسيترون واللافاند يعني بالخزامه والحامض، 2 لتر ونص ب 24 درهم يعني 480 ريال. كاين ايضا معنا واحد منظف ديال الزرابي، كيجي بالكوكو وبالورد وبالخزامه وبالسيترون والحامض من سينيور مايور، كل بواطه فيها لتر كما كتشوف معنا. هذا راه خاص غير بالزرابي بلي طابي، بالنسبه لكل بواطه راه فيها لتر ودايره 260 ريال 13 درهم. وكنظن انه هذا من شركه اسبانيه حيت مكتوب بالاسبانيا. كاين ايضا معنا هذا المعطر ديال الارضيه المركز من كاليون، فيه 150 ملي، هذا قريعه صغيره، ايوا راه كتخلطوه مع الماء حيت هذا مركز، كدير واحد الشويه كتزيدوه مع الماء كتخلطوه عاد باش كتنظفوا به الارضيه او تعطروا به الارضيه. هذا غير معطر ماشي منظف، كيجي بالازهار وبالخزامه كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن ديال هذه القريعه هذه 260 ريال 13 درهم. كاين ايضا واحد المنظف ديال النحاس والمعادن، هذا ممكن تستعملوه على الطناجر، البرهرات، يعني الاواني المعدنيه اللي عندكم او النحاسيه، ممكن تستعملوه على النحاس او المعدن. بالنسبه لهذه راه فيها 250 ملي، دايره 260 ريال كما كتشوف معنا من سينيور مايور. كنظن ان هذه الماركه هذه اسبانيه والله اعلم، حيت مكتوبه هنايا بالاسبانيه في القراءه. كما قلنا 260 ريال هاد البواطه هادي. كاين يعني ايضا معنا واحد المجموعه ديال ثلاثه ديال القطع ديال الصابون المسكي، كتجي بالزيتون وبالسيترون وبالخزامه، كل بواطه فيها ثلاثه ديال الصابونات، فيهم 60 غرام، دايرين 6 درهم 120 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد الكيس ديال الاكل ديال الكلاب، قطع مجففة للكلاب 4 كيلو، داير 70 درهم هاد الكيس هذا. كاين ايضا معنا واحد البواطه ديال الاكل ديال القطط، قطع لحم للقطط كما كتشوفوا معنا، فيه دجاج ولا دنت اللي عنده شي قط في المنزل. بالنسبه لهذا 450 غرام او 405 غرام، 10 دراهم كما كتشوفوا معنا، 200 ريال. كاين ايضا هاد البواطه وهاد الكيس ديال الاكل ديال القطط، بالنسبه للبواطه فيها 300 غرام والكيس فيه كيلو فاصلة 7، بالنسبه لهادو مجموعين ب 74 درهم يعني ب 1480 كما كتشوف معنا. هذا فيه الخضره والدجاج. كاين ايضا هاد الحبوب ديال العصافير، هاد الاكل ديال العصافير اللي عنده شي عصفور، بالنسبه لهذا 900 غرام، هاد الكيس هذا ب 40 درهم يعني ب 800 ريال. كاين ايضا هاد قطع مجففة للقطط الصغيرة، هذا بالنسبة للقطط اللي عاد صغار، هذا راه يمكن كتزيدو عليه الحليب بحال الكورن فليكس، اللي عندو شي قطيطة صغيرة في الدار بالنسبة لهذا 280 ريال. كاين ايضا هاد الرمل للقطط معطر كما كتشوفو معنا، هاد الكيس هذا برائحة الخزامة 5 كيلو. وكاين ايضا هاد البخاخ اللي عبوة مضادة للحشرات كما كتشوفو، هذا من ريد راه معروف كيقضي على الحشرات، داير 26 درهم 400 او 520 ريال. كاين ايضا هذا البخاخ زائد العبوه ديالو كتحطو في البريس، كيقضي على الحشرات، داير 700 ريال من ريد
نورمالمون هذا يكفيك من 30 ليلة، خاصة مع الناس السخانة غتبدأ تدخل، راه كيكثروا الحشرات في الصيف كما كتعرفوا. كاين أيضا أقراص مضادة للحشرات كما كتشوفوا، 40 قرص من ريد ب660 ريال، وكاين أيضا من نفس الشركة وهو مضاد للحشرات كما كتشوفوا، كتكفي 30 ليلة ب480 ريال تقريبا 500 ريال. وكاين هذا البخاخ مضاد للحشرات كما كتشوفوا بالسيترون 200 ملي من أورو ب 320 ريال كما كتشوفوا معنا. هذا هو آخر منتوج معنا متابعينا الكرام في هذه العروض هذه اللي غادي تكون إن شاء الله يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، يعني ماشي الثلاثاء الجاية، الثلاثاء اللي بعدها. بالنسبة لهذه العروض غادي تكون وطنية في جميع المحلات ديال بيم، يعني أي محل حداك ما غتلقاو فيه هذه العروض هذه، خاصة المسحوق ديال ABC فديما السيدات راه كيسولوا عليه، فغيكون إن شاء الله الثلاثاء 23 مارس 2021 في جميع المحلات ديال بيم. اللي أول مرة يزورنا في القناة يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض إن شاء الله، ونتلقوا في عروض أخرى وميزات أخرى. دمتم بخير متابعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.